أجمل صباح لكم مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم صيف البحرين اللي يطلع عليكم كل يوم من الساعة 10 لين 11. وصباح الخير حمد. صباح النور إيمان، يوم جديد أكيد ساعة على الهواء بنقضيها معاكم وبنعرض لكم مواضيع مختلفة وأكيد مميزة لهذا الصباح كالعادة. وكل يوم إيمان في خبر وايد يفرح اللي هو مسبار الأمل. سمعتي عن هذا الخبر؟ طبعا يعني يمكن أنا ما بس سمعت عنه، أنا شفته أنه هو كان ترند. أيوة. خلال الأسبوع اللي طاف وأمس كان ترند بشكل كبير وأجل يومين بسبب الأوضاع الجوية اللي صح. كانت موجودة، ولكن أخيرا انطلق رايح للمريخ مسبار الأمل اللي تم تصميمه بمركز محمد بن راشد للفضاء، وأكيد هذا الشيء فخر لنا كعرب. حلو. أول مثل ما نقول مسبار عربي صح عربي ينتقل إلى المريخ والاستكشاف اللي هو الكوكب الأحمر، نشوف إن شاء الله يعني نتائجه بعد فترة، وهذا شيء حلو نشوفه إن شاء الله. طبعا هذا مو بس فخر يمكن لدولة الإمارات، هذه فخر للجميع أكيد. وللعرب كون أول مسبار إسلامي عربي راح يوصل أكيد للفضاء، فأكيد نتمنى لهم التوفيق، وأكيد هالأخبار بتتوالى يوم عن يوم عن الأحداث اللي راح تصير. دائما كنا نقول أجانب وصلوا للفضاء، احنا بعد نقدر نوصل اليوم بينا وعيال زايد احنا فعلا نقدر نوصل للفضاء. ايش عندنا اليوم؟ عندنا بدايه ايمان علاج الطبيعي. ايش رايك نبتدي فيه؟ نبتدي صباحنا مع التقرير الاسبوعي للعلاج الطبيعي اللي راح تكون عن القدم واهم الاصابات فيها وطرق علاجها. خلونا نتابع مع الدكتور هاني حسن. اليوم بكلمكم عن مفصل ساعات احنا ننساه أو ساعات يقل فيه الاهتمام، هو مفصل الكاحل أو الأنكل. أكثر إصابات نسمعها أو تأتينا من المشروع هي إصابات التواء الكاحل أو الأنكل سبرين. طبعاً مفصل الكاحل جداً مهم لأنه يوجه الساق في عملية المشي، في الجري، من الوقوف إلى الجلوس أو من الجلوس إلى الوقوف، وأثناء العد السريع أيضاً للاعبين. فهو مفصل جداً ممتاز وجداً فعال وجداً مميز لأداء الحركة وتكملة الحركة للناس في خصوصا في رياضة المشي والجري. مفصل الكاحل يعني فيه أربطة جدا حساسة، ممكن تتأثر حتى بالجلوس الخاطئ، التربع على الأرض إذا ما نقويه. وثانيا هناك كثير من اللاعبين أو كثير من الناس لا يهتمون بتقوية مفصل الكاحل، فلذلك هو معرض لكثير من الإصابات مثل اللي ذكرنا سابقا اللي هو مشاكل التواء الكاحل أو حتى احتكاك الكاحل نتيجة التواء قديم ولم يتم معالجته بطريقة صحيحة. طبعا مفصل الكاحل مرتبط بالقدم أو الفوت، فإذا نتكلم عن مشكلة جدا مهمة وهي الفلات فوت أو القدم المفلطحة أو المسطحة. ما هي الفلات فوت؟ هي عندما يكون القوس الطبيعي للقدم يكون أنزل أو أقل من المعتاد، فيفقد الجسم أو الفخذ أو الحوض توازنه والتفافه الطبيعي. هذا ينتج عنه شد في عضلات الفخذ الخلفي حاد، آلام في الركبتين مزمنة، وآلام في أسفل الظهر قد لا نعتقد أن سببها هو القدم المفلطحة. لذلك لازم نهتم جدا في نوعية الأحذية اللي نشتريها، لازم نعمل فحص للقدم ونتأكد إذا نحتاج دعامات أو إنسولز أو لا، ولازم نقوم بعملية الاستريتشات أو استطالات لتخلية عضلات الفخذ الخلفية أو عضلات الساق أو البطات من أجل الحصول على كاحل وقدم سليمة. عندنا فحص القدم بالكمبيوتر، نستخدم الفحص لتحديد مشاكل المشي أو الجري عند اللاعبين أو حتى الناس العادية. إذا كان عندهم مشاكل في الفلات فوت أو المشكلة من عدم اتزان الركبة أو عدم اتزان الحوض، وأيضا نقدر نحدد أسباب مشاكل الظهر إذا كان لها علاقة بأسفل الحوض القدم أم في الظهر نفسه. طبعا هذا التست بالثلاثي الأبعاد بالكمبيوتر، نقدر نشوف طبعات القدم وين يتوزع الضغط على القدم بالثلاثي الأبعاد، ومن هذا التست نقدر نحدد البريشر ونقدر نعرف وين أخطاء اللي تنتج عن الفلات فوت أو أسفل القدمين. طبعا نقدر أيضا نحدد عن طريق الفيديو أو الصور الخلفية، نقدر نعرف إذا الحوض ينزل في جهة أو لا، الركبة تلتف إلى الداخل أو الخارج، فبذلك نعطينا معلومات جدا وافية في التشخيص وكيف نعالج مشاكل القدمين والساقين وأسفل الظهر. <تص->
كل الشكر لك دكتور هاني على هذا التقرير الجميل. ومن العلاج الطبيعي ننتقل إلى فقرتنا التالية اللي تخص صحة الأسنان. قد تتسبب أمراض اللثة في الشعور بعدم الراحة والانزعاج، إلا أن التأثير اللي يشعر به هؤلاء المرضى قد يتجاوز الأعراض البدنية ليشمل الجانب العاطفي والاجتماعي وما يعانونه من إحراج بسبب رائحة الفم الكريهة من التهاب اللثة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا طبيب الأسنان عيسى محمد عزيز. صبحك الله بخير، يا هلا يا مرحبا فيك دكتور. صباح الخير دكتور. طبعا في البداية خلينا نتكلم عن البعض يشتكي من رائحة الفم مثل ما تفضلت إيمان في المقدمة. شو العلاقة بين رائحة الفم وبين التهاب اللثة؟ العلاقة بينهم شنو هي؟ العلاقة بتكون إنه رائحة الفم الكريهة هي نتيجة لالتهابات اللثة المتقدمة. فعادة عدم العناية بالأسنان، خلينا نتفق اتفاق أول إنه صحة الجسم بشكل عام تبتدي من صحة الفم. حلو. تمام. فبالتالي إن العناية بالأسنان هي أهم شيء، يعني العناية باللثة هي أهم شيء موجود، لأنه علاقة الأسنان باللثة هي علاقة الجسم بالتهابات اللثة هي أقوى شيء موجود، يعني مرتبطة ببعضها البعض. مرتبطة ببعض. خلينا نتفق إنه جسم اللثة نفسه بيتكون من جسم حر، تمام، لثة حرة ولثة ثابتة. بعد لما يصير في عندنا تراكم أكل وعدم نظافة أسنان بيصير في طبقة كاملة اسمها البلاك. طبقة البلاك هذه لو استنينا عليها 48 ساعة، تمام، بتكون زي مستعمرة للبكتيريا، تمام، تشتغل بتطلع أحماض أسيدية وأشياء أحماض بتضر اللثة وبتضر الأسنان. التهاب اللثة بيكون بداية، أول مرحلة الالتهاب بيكون فيه إحمرار على أطراف الأسنان، على أطراف اللثة، زائد انتفاخ بسيط، تمام. بعد كذا لما تقدم الموضوع ونهمله أكثر بتطل إن يحصل جيوب لثوية. الجيوب اللثوية بعدها بتسبب رائحة الفم الكريهة. بعد كذا لا سمح الله بنوصل إن البكتيريا لو نزلت لين تحت في الآخر لين الجذور بنضطر نشيل العصب أو للأسف نخسر الأسنان بشكل. يعني دكتور لو بسألك كيف نفرق بين أمراض اللثة والتهاب اللثة؟ خبرنا عن الأسباب وعلامات كل حالة عشان إحنا نعرف إن هذه فقط يعني التهاب اللثة وهذه ممكن تكون أعراض بسيطة للثة. هو أمراض اللثة بتبتدي بالتهاب اللثة، الالتهاب البسيط بيكون فيه نزول دم، تمام، بيكون فيه تورم خفيف، إحمرار زائد في اللثة، بتكون هذه بدايتها. لو ما لحقنا عليها، تمام، بتبتدي نخش في مرحلة أمراض اللثة مع تفاقم الأضرار الموجودة. الأسباب طبعا كثيرة، أهم سبب فيهم اللي هو عدم العناية وعدم التنظيف الأسنان. بعد كذا ممكن التدخين، الناس اللي بيدخنوا بشكل كثير بيحصل إنه بسبب الدخان الدورة الدموية ما بوصل الدم بشكل كفاية للثة، بتقل المناعة، تمام، فبتسبب لنا النشاط البكتيري بيشتغل بشكل أكثر فبتسبب مشاكل. بعض الأمراض المزمنة بها علاقة مرتبطة باللثة، كل ما كان زي مرض السكر بيزيد معانا، كل ما زاد ارتفاع السكر في الدم كل ما زادت أمراض اللثة. دكتور خلينا نتكلم عن أنواع الالتهابات، ممكن الناس ممكن يصيدها شيء التهاب ما تعرف تفرق هذه أي نوع من أنواع الالتهابات ومدى خطورة كل واحد فيهم. هو أخطر شيء في أمراض اللثة إنه هي سايلنت، يعني ما بنحس فيها غير بعد ما يكون فات الأوان. فهي بتبتدي بأشياء بسيطة، ممكن نزول دم، المريض ما يهتم بالموضوع يقول لك خلاص مش مشكلة، أو يوقف يغسل أسنانه، أو إنه هو ينسى الموضوع ويكسر روح دكتور أسنان. مع تفاقم المرحلة الثانية إنه هو بيوصل الجيوب اللثوية. الجيوب اللثوية هي أكثر سبب بسبب الرائحة الكريهة لما تتجمع البكتيريا داخليا. البكتيريا بتشتغل على الأربطة اللي حوالين السن، الأربطة اللي حوالين السن هذه بتنزل لين جذور الأعصاب، فنضطر إن إحنا نعالج الأعصاب أو نخسر السن في النهاية. فمشكلة إن هي المرض السادس أكثر شيوعاً عند الإنسان، التهابات اللثة، وما حد بيحس فيه. إحنا عادة لما يكون عندنا ألم بنروح للدكتور، صح. اللثة ما بيصير فيها ألم غير متأخراً بعد فوات الأوان. فأفضل شيء فيها إنه الوقاية خير من العلاج، إن إحنا نبدي أول ما يصير نظيف، أول ما يصير شيء، تمام، بنبتدي نروح لدكتور أسنان ونعالج الموضوع. للأسف الناس لا، إنه صار نزيف يوقف يفرش أسنان، صح، تمام، يقول لك لا خلاص عشان ما أزود على نفسي يعني. بس هو الأفضل لا، إن هي العناية، وطبعا لازم تفريش اليومي الغسيل عشان نتفادى الموضوع هذا نهائيا. يمكن دكتور في بعض الأشخاص اللثة عندهم تكون حساسة مع أي يمكن غسيل أسنان، مع أي فرشاة ممكن اللثة تنزف، فهل هذا يعتبر التهاب ولا هذه اللثة هي تعتبر حساسة؟
ممكن يكون التهاب وممكن يكون سوء تغذية. عادة اللثة لما يكون فيه سوء تغذية أو الناس اللي عندهم مرض أنيميا أو الناس اللي بياخذوا أدوية معينة بتسبب لهم التهابات اللثة زي أدوية الاكتئاب، أدوية الصرع، تمام، بتسبب أو أدوية القلب والضغط بتسبب انتفاخات في اللثة وبتسبب هذا الالتهاب. ما في مشكلة إنه عادي الالتهاب البسيط هذا حله بسيط اللي هي عناية المنزلية وزيارة كل 3 شهور ويتعالج. بالضبط بتعالج، ما في أي مشكلة. يمكن هذا اللي بسألك يا دكتور، موضوع العناية في المنزل، شلون الواحد يعتني بأسنانه في المنزل؟ غير طبعا الكل عارف التنظيف هاي شيء مهم، ولكن أكيد في أمور وطرق ثانية أخرى. هو أهم شيء إن إحنا نحط التزام نحن نغسل أسنانه مرتين في اليوم، مش أقل من دقيقتين. دقيقتين على الأقل، يعني نأخذ وقتنا براحتنا في الغسيل. يعني عادة الناس تغسل 30 ثانية مستعجلة وتمام. تمام، لو نقدر نستخدم خيط الأسنان حتى لو مرة واحدة في اليوم عشان نقدر نوصل للأماكن اللي إحنا ما نقدر ننظفها ما بين الأسنان في الجيوب اللثوية. المضمضات أو الغسول الفم، غسول الفم الوقائي أفضل كثير من إحنا نأخذ غسول الفم. فيه نوعين، في غسول في اللي هو بيكون طبي واللي هو فيه علاجي بمعنى أصح، وغسول اللي هو الوقائي. الوقائي يفضل إن إحنا برضو نستخدمه. هذه الأشياء مع الالتزام فيها بتقل. زائد أهم شيء إنه كل 6 شهور بنعمل زيارة طبيب الأسنان بيكشف على الأشياء الموجودة، إذا كان في تسوسات في أشياء ممكن تسبب لنا مشاكل تانية. يعني دكتور نقدر نقول إن فرشات الأسنان نفسها تأثر على اللثة؟ يعني لما تكون مثلا فرشة شوية سميكة أو غير لما تكون عنها هي سوفت أو ميديم ممكن ما تأثر على اللثة لأن الشعيرات فيها تكون مثلا خفيفة؟ هو يفضل إن إحنا نستخدم فرشة تكون ميديم أو سوفت، تمام، لأنه الفرشة الخشنة هتسوي ضرر في اللثة أكثر، ممكن تجرح، بالعكس ممكن هي تسوي ضرر في الأسنان، يعني تأخذ طبقة من طبقة المينا بسبب الاحتكاك الزايد الموجود. فالأفضل إن تكون الفرشة والفرشة نفسها تكون أطرافها شوية ناعمة أو ميديم، ونغسل وإحنا بنغسل أسناننا نشمل اللثة في الموضوع عشان نعمل مساج، نحرك الدورة الدموية اللي موجودة في اللثة عشان تتنشط أكثر. دكتور لما تأكل أشياء فيها سكريات أو حتى أشياء باردة وايد تحس بألم رغم أنه ما عندك تسوس؟ يعني في ناس يقول لك والله ما عنده تسوس لكن وقت يأكل هاي الأمور تحس بهالألم، فشنو علاقة هاي الألم بالأمراض اللثة أو هاي ما له خص في الموضوع؟ ليها خص بشكل أنه لما بيحصل في التهابات في اللثة لفترة طويلة وبيكون في إهمال بيحصل انحسار للثة نفسها بعد تآكل في العظم تآكل في الأربطة. ربنا حامينا المينا حقة الأسنان أقوى شيء في الفم، فما بتتأثر بالإحساس ما بتتأثر بشيء. لما يكون في انحسار في اللثة بتبان الجذور حقة الأسنان أو جزء منها بتكون فيها طبقة خفيفة، يعني هي مغطية بالعظم وبعدين مغطية باللثة، فلما يحصل انحسار بتنكشف القنوات العاجية. القنوات العاجية هذه وقت يصير لها شيء بارد شيء حار بتسبب لنا هذه الآلام. الشيء الحلو ممكن بعض الأحيان السوائل اللي هي اللي فيها سكريات أوكي، أو لا سمح الله ممكن يكون في تسوسات بس مخفية إحنا ما إحنا شايفين، يعني أنا طالع في المراية ما في تسوس، بس لازم أروح عند الدكتور ممكن يسوي أشعات تسوسات جانبية ما هي ظاهرة لنا. فهذه الزيارة الدورية مهمة جدا للكشف على الأشياء. عشان كذي دائما أطباء الأسنان يقولون حمد يعني كل 6 شهور ل7 شهور لازم يكون لازم في زيارة للطبيب. في ناس ما تروح لازم فيها شيء يعني. بالضبط. هي يفضل كل 6 شهور هذا النورمال. في ناس بيكون عندها تراكم الجير أو البكتيريا الفعالة عندهم أكثر، تمام، فيفضل إنه كل 3 شهور أو 4 شهور يسوي زيارة عشان يلحق على نفسه قبل ما تزيد عليه المشكلة أو تتفاقم. يعني دكتور ممكن التقويم يسبب أيضاً التهاب في اللثة؟ طبعاً التقويم مشكلته إنه هو مع الحدائد الموجودة والبراكتس والأشياء هذه بيكون في صعوبة في التنظيف. صح. بيكون في فرصة لتراكم الأكل وتكوين طبقة البلاك. فحتى التقويم يعني لو هم بيغسلوا أسنانهم مرتين في اليوم لازم 4 يعني بعد كل وجبة بحيث إنه هو يوصل لكل الأماكن الموجودة. حتى بعد 3 شهور كل 3 شهور لما يجي يغير الأسلاك يفضل إنه في هذه الجلسة تغيير الأسلاك حقته إنه هو يروح للطبيب يسوي له تنظيف أسنان وبعدين يرجع يركب عشان يحافظ عليها، لأنه التقويم كويس ويخلي الأسنان مضبوطة تصف مضبوط، بس بعد كده بنخسر الأسنان. دكتور بعد ودي أسألك، يعني دائما يمكن ينصحون الحوامل بالعناية بأسنانهم بشكل مستمر وبشكل أكثر حفاظا على صحة الجنين، فهل هذه المعلومة صحيحة وليش؟ طبعا لأنه عادة في الحمل من احد اسباب اساسا التهابات اللثه اللي هي التغيرات الهرمونيه. صحيح. تمام. التغيرات الهرمونيه هذه بتكون في كذا فتره، مثلا فتره المراهقه فحتى وفتره الضغوطات، تمام، فايش اللي بيصير معانا انه المرضى
بيصير في التهابات زياده وبتكون بتقل المناعه فتره الضغوطات فتره الهرمونات. فيفضل ان الحامل ان هي في الفتره هذه كلها انها تعتني بالاسنان ولازم تسوي التنظيف ما في نقاش، لانه لو تهاملت معه تمام هيصير مشكله اكبر بعدين. دكتور تكلمت انت من شوي عن موضوع العلاج في البيت وشلون نقدر نتعامل مع الاسنان وقت يكون عندنا مثلا التهاب في اللثه، بس خلينا نتكلم عن الطرق العلاجيه عندك في المستشفى او في العياده، شلون انت تعتني بال او تتصرف في موضوع اللثه او التهاب اللثه؟ عاده لما يجي المريض نشخص الحاله انه في التهابات لثه، طبعا الاعراض بتكون واضحه الاحمرار او الترسبات الجيريه، اول خطوه ان احنا بنشيل الترسبات الجيريه اللي موجوده كلها اللثه اللي هو السبب الاساسي اللي هي المستعمره الاساسيه حقت البكتيريا. تمام، بعد كده بنحط المريض على بروتوكول معين انه هو بياخذ مضمضات بياخذ اشياء. بعض المرضى بنحتاج يسوي زياره او زيارتين اذا كان فيها ترسبات عميقه جدا او عنده جيوب لثويه محتاجه. بعض الاحيان في الحالات المتقدمه بنحط مثلا ضمادات مضاد حيوي على الاسنان نفسها بحيث انه هو نعالج الجيوب اللثويه ونتخلص من البكتيريا تماما بحيث انه نحاول نرجع اللثه لوضعها الطبيعي. في الحالات المتقدمه طبعا بيروح الاخصائي جراحه لثه انه هو لو كان في انحسار شديد انه هو يرجع يبني له طبقه من اللثه مره ثانيه عشان المنظر السيء اللي بيكون موجود. يعني في النهايه اكيد دكتور تنصح كل المشاهدين الحين لو عانوا اي يعني اي شيء بسيط يعني شفنا التهاب لثه عانوا في اشياء من اللثه ممكن دايركت يتوجهون للطبيب عشان يعالجون هذه المشكله ما تتفاقم عليها. افضل انهم ما يستنوا يعني زياره دوريه بالاسنان هتريح اكثر وزيارة الطبيب أتوقع دورية هذه بتساعد بشكل مستمر. أكيد نشكر تواجدك وحضورك معنا طبيب الأسنان عيسى محمد عزيز، كل الشكر لك، يعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل قصير وراجعين مع باقي فقراتنا في صيف البحرين، خلكم ويانا. عودة مشاهدينا، ومثل ما تشوفون احنا في المكان المفضل لنا انا وإيمان. انتشر الفن الحديث بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، فهذا الفن ظهر في أوان أو آخر القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين، واللي أصبح اليوم عامل أساسي في التصميم الداخلي للمنازل والفنادق، حيث يعطي هذا الفن الجميل طابع رائع وراقي ومريح للعين. خلنا نتعرف أكثر عن الفن الحديث وطريقة عمله بشكل مبسط مع الفنانة والمدربة مروة. جميل صباح الابداعات مروه، جايين اليوم احنا نخرب اغراضك. اي والله حياكم. تخصصنا فقره الرسم والالوان. صباح الخير مروه، شلونك؟ الحمد لله تمام، شلونكم؟ الحمد لله بخير. طبعا في البدايه ما شاء الله زينتي الاستوديو، ومثل ما شفنا او قريت في البدايه ان هذه فن جديد ويلون الفنادق والمنازل بهالطريقه، فكلميني عن دخولك فيها والفن دي. طبعاً الفن الحديث هو أحد الفنون المطبقة بشكل كبير في الديكور المعاصر اللي حالياً إحنا قاعدين نستخدمه في منازلنا. فتقدر تقول أن بدأت القصة من فترة كورونا، يعني كلنا كنا نطبق التباعد الاجتماعي والانعزال الاجتماعي في البيت، فبديت شوي أهتم في مسألة الديكور، إعادة تأثيث بعض الأجزاء في غرفتي. فالصعوبة اللي كنت أواجهها أقدر أطلب أونلاين الأثاث، بس ما اقدر اختار بشكل مباشر نوعيه الارت بيسز اللي ابي اعلقها. فصار فيني ان اوكي اقدم دورات، فليش ما اتعلم هاي الفن واقدر اني اطبقه في البيت. فتطبيق الفنون المعاصره في البيت جدا سهل وجدا ممتع، وباستخدام ادوات جدا بسيطه موجوده في يعني تقريبا في كل بيت او سهل الحصول عليها تقدر انك تطبقها وتقدر انك تستمتع حتى مع العائله مو بس تطبقها بروحك. يعني انت ابتديتي يمكن تدشين في هالمجال ويمكن هذه الابداعات بوجودك طبعا في البيت، وكنتي محتاجه انك تغيرين بعض الاشياء او بعض ديكورات البيت. بالضبط. يمكن الناس تعرفوا عليك مروه من خلال يعني حسابك او مبادرتك انيميشن هاوس والدورات يمكن اللي تقدمينها للاطفال الكبار، لكن كلمينا شلون كان التفاعل مع الناس بوجود هذا الفن وطريقته، وهل كان هو سهل على الاطفال بعد انهم يتعلمون هذا النوع من الفن؟ هو الفن هذا مطروح حاليا لفئه الكبار، ما انطرح لفئه الصغار. كون فئه الصغار تهتم اكثر شيء برسم الشخصيات الكرتونيه، صح، برسم الاشياء خلينا نقول البسيطه. بالضبط. بس هذا الفن موجه للكبار، موجه لفئه العائله ككل للاستمتاع على اساس انهم يستمتعون بوقتهم. حلو. طبعا تم طرح هاي الموضوع
بشكل جدا مبسط على انستغرام، وحاليا موجود as an online course على زوم، فيقدرون الاشخاص انهم يسجلون فيه، بالاضافه الى انهم يقدرون يستفيدون من الخدمات اللي قاعد يوفرها انيميشن هاوس لفري، مثل اللايف على الانستغرام، تعليم الاطفال او تعليم الكبار شلون يستفيدون من الارت في البيت، وشلون يحولون البيسز او الاثاث اللي في المنزل الى قطعه فريده وجميله. مروه، ايش بتسوي لنا اليوم؟ شيء من المودرن ارت؟ اليوم بنسوي شيء بسيط من المودرن ارت. أيوة. على اساس انه وقت البرنامج ولازم نحاسب شوي للاشياء، يعني عاده الفن المعاصر يعتمد على تكوين الطبقات، طبقه فوق طبقه، بس تحتاج تنشف، فبنسوي اليوم قطعه يعني جدا سهله. بس قبل لا اسوي هاي القطعه، بس هاي الارت بيسز المعروضين هو عباره عن ريزن ارت هذه. وبالامكان ان بكل سهوله العائله تقدر ان هي تشتغل كعمل جماعي وتسوي في البيت باستخدام الالوان الاكريليك وباستخدام في قانون معين لها. هو يعتمد على ترى تقدرين تشتغلين تبتدين تشتغلين واحنا نسولف. هو يعتمد على على الموازنه بين كميه اللون المستخدم مع كميه الماء. وطبعا هاي الستيج السهل خلينا نقول. ممكن ان العائله تلجأ لاستخدام ماده الريزن وتخلطها مع الريزن. احنا ترى نعرف عن ماده الريزن، وايد استخدمناها نثرنا الاستوديو منه الاسبوع اللي طاف او اللي قبله. كنا نشتغل مع علي سرور، نوجه له تحيه، على ماده الريزن. يعني اتوقع هو الفن كله يعتمد على طريقه التطبيق، ويمكن خلطش حق الالوان، صح؟ اي، على الموازنه. هاي بالنسبه للريزن ارت. بالنسبه للمندالا، المندالا ارت هو فن اول ما ظهر في الهند وانتشر حول العالم، وحتى لما تلاحظون الهندسه المعماريه فيها ريزن. بعض الارت بيسز اللي تكون موجوده في الديكور المنزلي واحنا نشتريها من برا فيها ريزن كذلك، سوري، فيها مندالا كذلك. فالمندالا تقدر انك تطبقه كديجيتال ارت، هذا اللي ديجيتال ارت، تقدر ان الطبقه مانولي. يعني يستخدمون هالفن اتوقع وايد في شرق اسيا الاماكن، صح؟ وتقدر تستخدمها بسهوله مع ديكور المنزل. اي، انت الحين قاعده تحطين الالوان اللي بتستعملينها؟ اي، حاليا قاعده احط الالوان اللي هما عباره عن الالوان اللي حق الباك جراوند. طبعا الادوات اللي راح نستخدمها لتكوين هاي الارت بيس ادوات موجوده في المنزل، عباره عن ورقه تقدرون تقصونها على حسب السايز اللي تبونه. اهم شيء ان الورقه هذه تكون من الورق المقوى، فتتحمل كميه ماء، تتحمل كميه عشان لون، عشان ما تذوب الورقه بالضبط وما تنحني. تقدرون تستخدمون الوان مائيه او الوان اكريليك، طبعا اليوم راح استخدم الوان اكريليك. وتقدرون تستخدمون علبه الهندسه مالت المدرسه. خشتني هالعلبه. يعني ترجعون شوي الذاكره اللي ورا. ليش؟ لان الفن المعاصر يعتمد على تكرار الاشكال الهندسيه. فلضمان ويعني لضمان تطبيق هاي الاشكال الهندسيه بكل سهوله، تقدرون تلجؤون الى هاي العلبه راح تستفيدون منها. بس اليوم احنا راح نستخدم مجرد المسطره مع هاي القطعه. طيبين. اي والله. اي بالضبط. لا الحين بعد سوي فيهم الوان، صح؟ الحين على الشفاف. فبالاضافه الى طبعا بعض الفرش وبنسل. اوكي، يلا نبلش نشوف. يلا نبلش. طبعا لان كثافه اللونين تختلف والدرجه اللونيه تختلف بين الابيض وبين البني، فراح نبدا بكميه ابيض كثيره مع كميه بني اقل، وراح نضيف البني بالتدريج على اساس انه عشان تعرفين اللون اللي تبيه، وتقدر انك تتحكم بالضبط في الدرجه اللونيه. يعني يعتمد كله على الكميه، اذا حاب انك انت تخلط وتخليه يكون البني الفاتح ولا البني الغامج، على كميه الادويه. شلون ايمون تقدرين تسوين بعد؟ والله تشوف الحين انا ما اقدر اقول لك اعرف ولا ما اعرف، اصبر عليه شوي. لا لا، سهل والله سهل. عاد انا كل مره اقول حق حمد فيها الفقره، بس هي شاطره، من بس تشوف اول مره عقب خلاص. وانا لو اخبص الدنيا. لا بالعكس، والله اللي سويته في الصحن ذي الرزن والله كان حلو. الازرق بس الطاوله والايباد ما عليها، هذه ضريبة انك لما تتعلم شيء جديد. طبعا بنستخدم الفرشة اكبر على اساس لسهولة توزيع اللون، ونتأكد ان حركة الفرشة نفسها هي باتجاه واحد،
ليش باتجاه واحد؟ لأن لما تنشف اللوحة راح تبين ضربات الفرشة. فلما تكون باتجاهات خلينا نقول مختلفة يبين. هذه معلومة حلوة. أي فغير كذي احرصوا دائما أن تكون كمية اللون اللي خلطتوه تناسب حجم العنصر اللي تبون تلونونه أو حجم اللوحة. تفكر في الشكل اللي بتسويه قبل ولا يعني في مثلا هاي الأشكال الحين اللي هني تفكرين قبل إنش بتسوين ولا مع الرسم يطلع لك الشكل؟ هو ساعات كذي ساعات كذي بس مثل ما نقول فري ستايل يعني لأن هذه أشياء مثل ما تقولين يعني ممكن أن تكون مو مفكرة فيها وأنت ترسمين ياتج الأفكار ممكن تصير هالشيء. صحيح بس في حال إذا راح تربط الأرت بالديكور مال المنزل وحاب إنك تعلق اللوحة لازم تفكر لازم تفكر في اللون وشنو اللون الطاغي مثلا في غرفة خلينا نقول في المجلس أو في الصالة شنو اللون الطاغي وشنو اللون اللي لما توفره في اللوحة راح يعطي جمالية للمكان أو إضاءة للمكان فهاي الأمور لازم تخليها في الحسبان. أنا حبيت اللوحة مروة لأني قاعدة أشوف فيها أكثر من لون والذهبي يعني حبيت شلون وفيها تكستشر تقدرين تلمسين إيه من كذي أنا قاعدة روي الكاميرا أيوه صراحة اللوحة جميلة أنا هذه حبيتها ولا تناسب صيف البحرين تناسب هو إيه يعني جزء من التصميم كان حق باك جراوند أو جدار أبيض أوكي فيعني لون الجدار عرفت أنا شكلي بحط الديكور هني حق هالفقرة فلون الجدار لازم تراعونه للديكور لون الأثاث نفسه وتقدرون تستمتعون بوقتكم يعني حتى في غرفة الأطفال يعني في عملين راح أراويكم إياهم بعد شوي حق الأطفال هاي العمل حق الكبار تقدرون تعلقونه في مثلا غرفة خلينا نقول شخص بالغ بينما ممكن تسوون أعمال إحنا باللغة العامية نقول كيوت وتعلقونهم في غرف الأطفال نفسها أنا ودي أسألك مروة من ساعة قلتي تأكدوا إن الألوان بتكفي حق الشيء اللي تبون تلونونه أو الشيء اللي تبون ترسمونه عشان عقب يمكن الخلط عشان درجة الألوان تكون صعبة بالضبط بالضبط لأن دائما الخلطة الأولى تكون مختلفة يمكن إذا بتخلط نفس الكمية حق أيوة. بعدين ما تقدر تغير هو صحيح كلامك بس دائما الفن فيه خدع يعني بمعنى إذا الشخص توه مبتدأ ما أنصح بالألوان المائية لأنه ما يقدر يسوي فيهم هاي الشيء تقريبا لما تحطين طبقة لازم تبنين عليها أصعب يعني صعوبة أكثر أي بالضبط وما تقدر تغطيها ميزة الألوان الأكريليك إن فيها هاي التراك حتى إذا ما عجبكم اللون تقدرون بعد ما ينشف تحطون لون ثاني ولا كأنك أنتم مستخدمين أوكي ما يصير دمج يعني ما يصير دمج as long as إنه هو already ناشف ما يصير دمج يعني الأدوات اللي تستخدمينها الحين تحصلينها بسهولة موجودة عندنا في البحرين وفرق. أتوقع أغلب اللي ذكرتيهم إيه في كل المكتبات يمكن موجودة متوفرة في كل المكتبات ومتوفرة أيضا في أنيميشن هاوس فيقدرون يتواصلون مع أنيميشن هاوس فيقدرون يتواصلون معنا ونقدر نوصل لهم لمنازلهم مروة شاركتي في مبادرة وزارة الشباب والرياضة ما تخلت في البيت وعلى عن طريق الانستغرام لايف فكلميني عن ردة فعل الناس لما بديتي في هاي الشيء. هو قبل أتكلم عن هاي الموضوع أنا لما كنت صغيرة كنت في مركز التنمية الثقافي للأطفال. علاقة قديمة. بالضبط لما كان عمري 9 سنوات. فيعني تقدر تقول إني نشأت في بيئة الحمد لله يعني الوالد والوالدة كانوا دائما يشجعوني وفي نفس الوقت المدرسين كانوا دائما يشجعوني إني أكتشف مواهبي. فهذا الشيء تقدر تقول انه صقل شخصيتي وخصوصا في فتره جائحه كورونا احنا يعني يمكن لاحظنا ان اغلب الناس تم تلجا للفن صح. حتى اللي ما يحب الفن او كل من صار عنده موهبه وكل من صار عنده انه هو يبي يجرب الفن فيعني علاقتي بوزارة شؤون الشباب والرياضة يعني علاقة منذ الطفولة بالضبط فأول شيء فتحت الانستا لايف عندي مدة أسبوع كنت أقدم فيها دروس مجانية للأطفال عبارة عن رسم شخصيات كرتونية وبعدين التحقت معاهم ويعني I strongly believe إن
هاي المبادرات وهاي النوع من انواع الانشطه خصوصا خلال هاي الفتره جدا مهم، خصوصا الانشطه الفنيه. يعني حتى الفن يعتبر ثيرابي، فيعني يعني ممكن ان الشخص ينفس عن مشاعره او ينفس عن حاله الانسانيه اللي يمر فيها او حتى مواهبه. يعني مروه انت يعني ما شاء الله تقدمين عده فنون، يعني تعلمين الاطفال مو بس يمكن على الكانفس ولا على الورق، حتى على الكمبيوتر. صح. فكلميني عن تجربتك في هذا النوع. يعني يمكن الاطفال شوي سهل عندهم يتعلمون على الورق ولا على اللوحه، لكن على الكمبيوتر شوي صعب، فشون شفتي التفاعل؟ وهل كان تعليم الفن على الكمبيوتر اسهل من التعليم على الورق؟ هو التعليم، خلينا نقول التعليم التكنولوجي اللي قاعده اتبعه في انيميشن هاوس، هو مو تعليم على الكمبيوتر كثر ما هو تعليم على الايباد، الاجهزه الذكيه. بالضبط، لان الاطفال اوريدي هاي الاجهزه الذكيه ما يشيلونها من يدهم. فبدل ما هو يفتح مثلا ابلكيشن لعبه، يفتح ابلكيشن مثلا انيميشن او ابلكيشن ديجيتال ارت. وبالعكس يعني ما شاء الله عليهم هذا الجيل يعلمونا اسرع. بالضبط، يعلمونا اسرع منا. بالعكس بالنسبه له، يمكن الطفل بالنسبه له انه يتعلم على الايباد يمكن اسهل من ما يبي اول شيء. يمكن احنا حمد ما نعرف وايد في الايباد، يعني يمكن الاشياء البسيطه، بس ما شاء الله عليهم الاطفال الحين بروفيشنال. تستغربين. اي والله. شفتي الرسومات اللي رسموها الاطفال لما كنا امس نتكلم؟ صح. رسومات يعني في المسابقه جميله كانت، معرض اللي تتبع وزارة الصحة. صح. خلينا نتكلم مروة عن موضوع تكلمتي انه في البداية الاهل سووا ندوج انك انت تتعلمين هاي الشيء، وانت من انت صغيرة، فكلمينا عن دور الاهل في هذا الجانب. طبعا لما بديت ارسم خلينا نقول في عمر 6 سنوات، كانت الهواية المفضلة. وكنت من الشخصيات خلينا نقول من الاطفال الخجولين اللي ما يعبرون عن ذواتهم بسهوله. من اسئله ليش توقفين؟ فشكلي مو بسالك. اصلي راحت على النتيجه النهائيه يا مروه. اوكي كملي. فهذا الشيء يعني الفن خلاني اعبر عن خلينا نقول مشاعري او ذاتي بشكل اقرب، فتمت ملاحظه هاي الشيء في عمر صغير يعني. وبس يعني يعني كان في مساندة ودعم من الأهل. من الأهل. يعني حتى الأساتذة في مركز سلمان الثقافي، طبعا أوجه شكر للأستاذ إبراهيم الغانم، أكيد يستاهل التحية. يعني هو من الأشخاص اللي صقلوا موهبتي وصقلوا شخصيتي كذلك. تعرف حمد، وزارة الشباب والرياضة دائما الأنشطة اللي تسويها يعني فعلا يمكن كلنا تربينا على هذه الأنشطة. صح. وكلنا استفدنا منها وتعلمنا منهم بعض المهارات الجميلة. يعني مدينة الشباب للأسف يعني هالسنة افتقدنا مدينة الشباب، بس الكثير تخرجوا من مدينة الشباب واليوم موجودين ويطبقون مواهبهم وهواياتهم وإبداعاتهم على أرض الواقع. فأكيد وزارة الشباب والرياضة دائما ما تقصر على هذه الأنشطة كبيرة في هاي الفترة. بعد بين يعني دورهم الكبير اللي كان موجود للشباب في هاي الفترة، لأن كانوا محتاجين شباب، يعني محتاج هذه الدعم. صح. الحين خلصنا اللوحة صح؟ احنا ما خلصنا اللوحة، احنا خلصنا الباك جراوند مال اللوحة، بس ننتظر ينشف على اساس ان احنا نقدر نرسم. اوكي، ياخذ له وقت على ما ينشف. ياخذ له وقت على اساس ما ينشف. شنو راح ترسمين بعد؟ شنو راح تكون الخطوة الثانية تقريبا؟ الخطوة الثانية راح تكون عبارة عن اشكال هندسية بالوان خلينا نقول براقة او فاقعة. حلو. لان فكرة المودرن ارت هو يدمج بين الاشكال الهندسية وبين الالوان الصارخة. بالضبط، مثل الاحمر، الاصفر، البرتقالي، الاخضر، البرتقالي. فهاي فكره الحلم. يعني بعد ما تنشف هذه اللوحه تاخذين اشكال هندسيه وترسمين بعدها تلونين عليهم. بالضبط. تستعملين اللي خذيناه من الهندسه صح؟ إيه. من بوكس الهندسه. إيه. باستعمالهم. هو طبعا يعني هاي الاشكال هاي يعني هاي في حال تواجدها في البيت، بس كون اوريدي ان احنا راح نستخدمها حق ديكور المنزل، ممكن نستخدم حتى اشكال يعني مثلا أي شكل الباتل او اي شيء، مو بالضروره ان الاهل مثلا يتقيدون انه لازم البيت. بس اتوقع في كل بيت موجود على البيت الهندسه حق المدرسه. بالضبط. والفرشاه تستعملين فرشاه تكون اصغر عشان تحديد. طبعا جود بوينت، بس كنت ناسي هاي النقطه. اهم شيء في التحديد وفي التلوين هو تحديد نوعيه الفرش. بسألكم سؤال اختبار، شنو الفرق؟
الفرق فرق هذه أطول. مسطحه لا فرق ثاني هذه شويه صايره مسطحه كذي وهذه شويه مدببه على جنب صح بالضبط استخدام الفرشه المستقيمه هو على اساس ان احنا نحط اللاين المستقيم او لو في حال ان احنا راح نرسم خلينا نقول اشكال هندسيه مستقيمه في المستطيل او ما الى ذلك بينما للتحديد او احيانا احنا نرسم خطوط والخطوط ما تكون مكتمله صح فاستخدام راس الفرشه هو جدا ممتاز على اساس ان الطبقه تكون مرسومه بشكل صحيح فاختيار الادوات نفسها هي هو الموضوع بسيط بس يحتاج شويه دقه فهاي من اهم الاشياء مروه هل فكرتي تسوي لك معرض خاص في المستقبل او عندك خطط مستقبليه يمكن حتى عشان تبيعين هذه اللوحات يمكن في ناس ما عندهم يمكن هذه الالمام بينهم يرسمون بنفسهم هذه اللوحات بس يبون يشترونها بالضبط هاي اللوحات اوريدي معروضه للبيع وهاي ديزاينات اساسا معروضه للبيع يعني جزء منها اوريدي صار بوك ماركس فخلال العام الماضي كنت مشاركه في برنامج المهارات القيادية وريادة الأعمال تم اختيار أنيميشن هاوس من قبل 200 برنامج ريادي للأعمال فمثلت البحرين في تونس فكنت أدور بوك مارك شلون ممكن يكون شكله فبعدين خطر في بالي أنه ليش ما أحولهم بوك ماركس وكانت الفكرة أنه ميدن بحرين لأنه هما صنعوا في البحرين صح. فحلو انه يعني انه يتم ترويج الفن البحريني والطاقات البحرينيه اي بالضبط غير كذي اللوحات نفسها هذه ممكن ان الشخص يسويها ويتعلمها او ممكن ان هو يشتريها او يشتري الديزاين نفسه مروه خلينا نتكلم عن موضوع يمكن الحجر المنزلي الحالي وبما ان انت هاي الشيء اللي ساعدت قد هاي الوقت طبعا دائما احنا اللي فنانين يجونا نقول لهم والله الفن يحتاج وقت وكان ينقصهم الوقت برا اتكلم عن برا جائحة كورونا صحيح. ولكن كورونا موجود يا الوقت فشقد فادك الوقت فانك تبدعين وتسوين كل هاي الامور طبعا الوقت فادني استغليتي يعني فادني يعني بشكل كبير كان جزء منه هو تحويل بعض الصفوف الفيزيكال او الفيس تو فيس اللي كانت قبليه الى صفوف اونلاين طبعا هذا الشيء كنت افكر في موضوع الاونلاين كورسز او الاونلاين كلاسز قبل جائحه كورونا بس ما كان عندي الوقت اني اسوي هذا الشيء بس في هاي الفتره لا كان عندي الوقت اكثر وقبل جائحه كورونا بالنسبه لموضوع المعارض ما سويت معرضي الشخصي بس قررت اني اتعاون مع فولك جاليري اوجه لهم تحيه في اني اسوي معرض للاطفال اللي خريجين انيميشن هاوس خلينا نقول اي فكانت الفكره ان هم يعرضون لوحاتهم اللي شاركوا فيها والاهل نفسهم يحضرون لعيالهم ويشوفون الامبروفمنت او التطور قبل وبعد فيعني هاي توجهي اكثر خلينا نقول تركيز على تدريب وتطوير وتركيز على الاطفال مروه ابي اعرف اللوحه انشفت اللوحه تقريبا بس اوريدي مجهزه واحده مجهزه عشان مراعاه الوقت يعني الفقره احنا نبي فهذا الشكل النهائي حلو تقدرون تعدلينه وهذا الشكل تقدرين ترفعين هذه اللوحه اذا تسمحين لي بس تشرح لنا شنو بالضبط سوت هذه هي اللوحه نفس اللي لونتي انت بس هاي عقب ما نشف بالضبط وحطيتي هنا الاشكال الهندسيه حاولتي تسوينهم وتلونينهم فكلمينا عن هذه اللوحه اللي في يدي اكثر كم ساعه اخذتها على ما تجهزينها ابدا ما تاخذ وقت يعني اذا بتسوونها بالالوان المائيه ما راح تاخذ اكثر من نص ساعه بس تقدرون تسوونها بالالوان الاكريليك بس تحتاجون ان تنشف الطبقات على اساس تنشف الطبقه تحطون ها حمد بتسوي اللوحه في البيت مع الاشكال لا تطيح اللوحه إيه بس مع الاشكال اتوقع بنجرب لازم احنا لازم نجرب كل شيء احنا لازم وهاي اللوحه الثانيه هاي الكيوت اللي حق الاطفال حلوه هاي حق غرفه اطفال حلوه هاي بتطيح هذه حق غرفه الاطفال هاي يعني اللي هاي يقدرون يسوونها ويقدرون يشاركون مروه يمكن اخر شيء تكلمنا عن شلون تسوين دي بس هذوك ما عرفنا شلون شنو المندالة ايوه هاي هذا باستخدام ديجيتال ارت تقدرون تستخدمون سوفت ويرز مختلفه انا استخدمت الادوبي الستريتر فيها حلو والله استمتعنا حمد استمتعنا في هالفقره لان احس تعلمنا فن جديد ونقدر نسوي نقدر نسوي سهل يعني تقدرون تسوي ادوات موجوده واهم شيء نراعي يمكن الفرشه وطريقه دمج الالوان وشنو الشيء اللي نبي عشان وقت الرسم ما نضيع عقب نقرر خلاص يعني انا وعادي اعصب وما اعرف وين اوصل وبس ببتدي في واحده ثانيه
فأكيد نشكر تواجدك وحضورك ويانا. شكرا على الاستضافة الجميلة. يعني فعلا نفتخر فيك ونفتخر بالطاقات الحلوة البحرينية اللي في النهاية قاعدة تركزين على شغلة مهمة، تنشرين يمكن هذه الثقافة، ثقافة هذا النوع من الفنون للأطفال، وهذه نقطة مهمة. أكيد نشكرك. شكرا جزيلا. ايش عندنا الحين؟ الحين عندنا احنا تاخذين شنو ذي؟ لا انا عادي يعني ما تفرق وياي. شكلك عاجبك، شكله عاجبك. والله لانه سهل عرفت اقدر اسويه. كوبي بس اسوي له سكان بس في البيت. زين خلينا نطلع فاصل عشان اتناقش وياك هي لوحه باخذ. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل وراجعين لكم. نرحب فيكم جديد مشاهدينا من بعد الفاصل. يعني احنا انتقلنا من فن الى فن من آخر، ابداع الى ابداع، من ابداع لابداع، من ابتكار لابتكار. دائما الفنون هذه الجميله احنا وايد نحبها وشيء وايد حلو، وبيتفاجئون بعد المشاهدين من اللي سووا ذي الشيء. اي والله ايه. مبدعين دائما، مبدعين دائما. الطاقات الشبابيه كذي، الطاقات الشبابيه دائما مبدعه في البحرين عندنا. مبدعه واحنا يعني نتشرف. هذه ما اعطيك دافع انك تيم كل يوم وايد صراحه، بلا اشوف شيء جديد واتعرف على الموهوبين البحرينيين. يعني بالذات خلال هالفتره كل ما صار عنده موهبه كل ما صار عنده طاقه حاب يطلعها. مشاهدينا الطاقات الشبابيه البحرينيه من مختلف الاعمار دائما تحاول تنجز بكل طاقاتها وتجمع حماسة عشان تكون مزيج من الإبداع والتميز في مختلف المجالات. اليوم معانا في الاستوديو أصحاب لمشروع خاص للشنط المصنوعة يدوياً 100% لكن بطريقة مختلفة وحديثة ومبتكرة. نتكلم معاهم عن فكرة مشروعهم. محمد وحسن شباب حلوين كذي، رحب فيكم. صباح الخير. صباح النور وشكراً على استضافتكم لنا. هذا واجبنا. صباح الخير حسن، شلونك؟ مقعدينك من الصبح بس احنا مقعدينك لان احنا طماعين. ما شاء الله عليه، ما شاء الله اثنينهم يعني من دشوا مستانسين. يعني احنا مستانسين بهالمواهب. وابتدي وياك محمد، يعني ما شاء الله مشروعكم حلو ومميز. خليني اسالك شلون جاتكم الفكره عشان تبتدون بهذا المشروع بالذات انكم تسمونه سانست باجز؟ طبعا احنا من يعني من زمان، يعني من عمرنا 7 سنين، واحنا دائما انا واخوي دائما نحب نرسم. فاهم يعني احلى مواهبنا هي الرسم، فدايما كنا نحس في شيء ناقصنا لكن مع الدراسه ومع ذي التهينا. لكن الحين يعني لله الحمد مع الكورونا شفنا ان في شيء لازم نستثمر، فشفنا الناس في البحر فقررنا ان نسوي شنط. فانا درست الموضوع وجبت لابتوبي وقعدت ما شاء الله وقعدت اشوف الشنط، فشفت ان وايد ناس قاعد يبون شنط من برا، فحاولت انا اشوف شيء في البحرين يبونه ويتصنع يدويا في البحرين وقررنا نسويه. فيعني جزء من اهلي راحوا البحر، فقمنا قلنا قبل لا يروحون خلينا نسوي لهم شيء هديه كتجربه. فقمنا سوينا لهم بعض التصاميم البسيطه مثل الرمان والاي عشان نعطيهم اياه يروحون في البحر. حلو، يعني انتم استوحيتوا هذه الفكره من خلال واقع، يمكن كل صار يروح البحر ويستانس وحبيتوا تجهزون الشنط. اي اكيد. الله ما شاء الله عليك محمد بشوش. اي ما شاء الله عليهم. تتكلم وانا قاعد اضحك. ما احنا مستانسين. اي لان ابتسامته حلوه. فطبعا خلينا نتكلم حسن، كلمني اخوك قال ان هالموضوع بالبدايه وشلون، كلمني شعورك انت لما تبتدي تسوي هالشيء. انا شعوري ان انا وايد مستانس، انا وايد مستانس ان انا خلطت فن مالي في انتاج بحريني. فانا فخور في البحرين وفخور فيني. واحنا اللي فخورين فيك يا حسن، ما شاء الله عليكم يعني بالطاقات الحلوه صراحه. انا صراحه ودي اسالك يعني محمد، هذه سلم من شفتها وانا قلت لك الله راسم عليها بعض الفواكه الحلوه، فقلت لي ان هذه السله جديده يعني حتى للحين ما بعتوها. فكلمني شلون رسمتوا عليها وشنو استعملتوا من ادوات؟ بس صيف بعد يح شفت شلون مع الموسم. فحنا نشوف كل من يعني صار يحط الثلج ويا الفلين والفواكه. فقلنا اذا احنا عندنا انتاج بحريني مثل هالنوع، ليش ما احنا نستثمر مواهبنا في هالانتاج وننتج شيء مبتكر ونطلع مواهبنا فيه ومن الناس تستفيد منه. حلو حلو، يعني انتم ركزتوا على الانتاج انه يكون بحريني. أيه. وفوق ذي كلها تحطون مواهبكم الحلوه مع هذه الاسئله. ما شاء الله سالتني ايمان على يعني تقدر ترسم كذي، قلت لها اقدر اكل اليح. بس بعد حلو يعني تاكل بعد تساهم. صح، بعد تساهم يعني في المشروع. فخلنا نتكلم بعد يعني الاهل اكيد ساعدوكم في هذا الشيء. محمد كلمني عن دعم يعني طبعا الوالد والوالده يعني لهم فضل كبير علينا، هم يعني من ساعدنا في انطلاقه المشروع
وطبعا يعني الوالده يوم اول ما درينا ان هاني بيروحون البحر فقامت قالت لي الوالده يلا خلينا نروح ناخذ لهم من اسهل المنتج اللي في هورة عالي سوق المزارعين. فقمنا اخذنا بعض السعف الشنط وسويناهم، وطبعا الوالد يساعدني في خط اليد ويساعد لان الوالد يعني موهوب، ويعني هو احنا تعلمنا الفن استوحينا بعض الفن اللي تعلمنا منه، فهو دائما يساعدنا في الاشياء اللي مثلا نواجه فيها مشكله في التفاصيل النهائيه، فهو دائما حلو يعني يساعدونكم الاهل وتاخذون ارائهم. حسن بسالك الحين، الحيبيه جريبه صح ولا لا؟ جربتوا تسوون بعض الاسلال صغار كذي نفسهم بس صغار حق الحين؟ جربنا وقلنا بنبتدي يعني من عقب اسبوع الجاي ان نسوي هذين ونسبقهم، وناس يطلبون نكتب عليهم اساميهم ويزرعون الحيبيه. الله يعني مبتكر، حتى يكتبون الاسامي على على السلة بنفس هاي الطريقة بالألوان. الله وايد حلو والله، إبداع إبداع كذي. أنا أسرار المهنة كذي قاعدة لا في وايد أسرار يعني بس ما أقدر أقولها. ما تبي تقول زين زين مخلي حق روحه هو أسرار. محمد طبعا الانستغرام الحين ظاهر على الشاشة حق كل الأشخاص اللي حابين يطلبون هذه الأسلال الجميلة ويعني يدعموكم في هالمشروع. محمد أنا ودي أسألك شغلة، اليوم ما شاء الله انتشرت وايد مشاريع بحرينية بأيدي شباب بحرينية، لكن لو بسألك شلون قدرتوا تتميزون بمشروعكم عن باقي المشاريع؟ يعني مثل أنا يعني طلعت على الانستغرام قبل أسوي المشروع فلاحظت إن نص الأسلال اللي يبونه من برا، إحنا عندنا أسر منتجين مبدعة صحيح يقدرون ينتجون أكثر من ينتجونه في الخارج، فليش ما أنا أشجعهم وأحفزهم ومن هنا أطلع مواهبي على منتجاتهم يعني مثل ما تشوفين تشوفي الخوص يعني صح. حتى ولا شيء طالع منه، لان انا اطلب شيء من امريكا يجي من الشحن يمكن حتى ما يكون فيها الحوله يعني يكون جميله يكون يعني من الشيبينج والوايد من الشيبينج، فليش ما انا مثل ما تقول جوده هني ممتازه يعني انت مركز ان تختار الاسلال من ايدي بحريني. فانا دائما احاول اتنوع في الاماكن يعني مو بس من مكان واحد عشان كل كل اللي ينتجون يستفيدون. حلو وانا استفيد ان ابيع شنطه. حلو والله عنده فكره يقول لك بروحه دارس ما شاء الله المشروع، يعني هاي من الشباب الصراحه اللي احنا نفتخر فيهم. يمكن خلينا نتكلم عن كل واحد دوره شنو يساوي يعني في صناعه دي السله. انت شنو دورك محمد؟ شنو دورك؟ انا انتج ديزاينات جديده، ساعات اسوي ديزاينات جديده عشان الناس ينبهرون ويطلبون منها، واذا اسوي ديزاينات جديده ناس بيقولون اوه بيطلب هذه وبيطلب هذه. حسن يعني المصمم حسن يعني ابو شيف صراحه يعني حسن يعني الرسومات اللي يسويها ما شاء الله عليه اقبال اكبر من اللي انا اسويهم، لان انا دائما اسوي البيسكس لكن يعني حسن الابتكارات ابتكارات عنده يعني حسن شلون يتفنن في طريقه سبحان الله يعني ما شاء الله عليه. عمالي ما انا اسوي لك اقول لهم لا والله احنا نبي نشوف الابتكار اللي يمكم الحين، اذا ترفع مع حسن بس عشان هاي شيء جديد ترفعها بس اكثر عشان يبين على انا انزل السله اتوقع شويه عشان هذه المات حق تقدرون تحطون عليه فواكه، تقدرون تحطون عليه الفوط مالينكم، يعني الناس اللي تطلع بحر الحين كلها يبون يقعدون يسوون تان فياخذونه ويحطونه حطنا عليه سلتنا وال في له تاخذ صوره عقب هذه. انا اقول لك توني بصور حق الانستغرام الحين هبتنا احنا البنات من نروح شيء وعندنا شغله شيء حلوه نصورها. انا اكد لك محمد ان مشروعك حد بينجح يعني انت جبت لهم صح انت تفكيركم صح واختار الاشياء اللي فعلا يعني تناسب هالهبه وهالموسم. بسالك محمد يعني ما شاء الله انتم صغار في العمر فاكيد ربعكم لما يشوفونكم في الانستغرام وانتم تبيعون هذه يمكن الشناط شنو التفاعل اللي تسمعونه؟ هل تحسون الناس لما تطلب يقولون نبي نرسم شغله معينه فحسن لازم يروح يدور هذه الشغله المعينه؟ شنو تشوف التفاعل؟ يعني يمكن ربعي انا ابتديت من وقت حتى يمكن ما مدوني اقول لهم حتى او اقول حق ربعي يعني ما مدوني حتى اكلم احد، فكل اللي نيي حتى نص من ربعي يوني ما يدرون انا ورا المشروع فاقول كل ما اقول لهم يعني من صدقكم يعني تطلبون قولوا لي. ف يعني الحمد لله الاقبال وايد كبير، ويعني حتى لو في ناس مثلا اذا انا اقدر على الديتيل اسوي لهم اياه من عيوني اسوي لهم، اذا ما قدرت اقول لهم مثلا اقدر اسوي لكم ديزاين مشابه ويكون احلى. ويعني ساعات انا ما احب اقلد شيء من مكان، احب اطلع انا تتميز تتفرج بابداعي. ف اتوقع يعني رابعي يكلمون محمد يقول محمد لعبت لعبه سبايدر مان الجديده، يقول لهم لا قاعد اسوي سلات ولا والتصاميم عند حسن. شوف حسن هادي بس ما شاء الله عليه وقت الرسم وقت الابداعات يطلع مواهبه يعني ما شاء الله عليكم حسن. بس صراحة انا حسن بس ودي اسالك شنو اكثر شيء سويته وتتذكره وانت حبيته؟
في واحدة أنا مسويها ديزاين، واحدة كان ديزاين مال البنات هاللون، إنه فلاور في شعرها هاللون وديزاين جديد. حلو، فالبنات طلبوا هالشنطة وايد وانت حبيتها. وانا سويت تصاميم حق ياهول بعد، لان في ساعات ياهول يطلبون. الله، وصلنا وايد طلبات. الله ما شاء الله. حسن عارف السوق شنو يعني. اي حسن دارس السوق ودارس مو عارف لكم. اي عارف تبون انت. هذه ما شفناها. اي الورديه كاهي تشوفها على الشاشه، ما شاء الله جميله. حبيت ان انت سويتوا الوان، يعني اذا البنت تبي تطلب تختار اللون اللي تبيه وتسوونه. اتوقع يعني انا حق القرقعون بطلب من عندكم ان شاء الله. الله يحيينا للسنه الجايه. طبعا عندنا هاي الكركوشه دائما، يعني ما يطلع شيء من عندنا صح؟ اي عندنا عدد من الكراكش نطلبهم. بس كله يكون بعد من محلات بحرينيه. حلو. يعني هاي السيجنتشر مالكم. أيوة. شكرا لكم محمد وحسن، نورتونا واحنا نفتخر فيكم وواصلوا على هالابداع. وان شاء الله اكيد احنا بعد بنساعدكم في انه يعني نساهم في نشر هذا الاكونت ونشر هذه الابداعات. ان شاء الله بتكونوا من اول من يعرف عن ان شاء الله. اكيد شكرا لكم حسن، صدق نورتونا اليوم. شكرا لكم. انتوا غير، انت فيكم. اي والله احنا استانسنا. في شيء فيكم شيء غير. بالتوفيق لكم. شكرا لكم، ما قصرتوا. وصلنا للنهايه مشاهدينا، ونشوفكم باكر في حلقة جديدة إن شاء الله. ومع السلامة. مع السلامة.